في النهايات انا او اني بسال انا ايش رايكم؟ اسال. طيب بعد قال في النجاح في النجاحات يعني هذا بشكل عام هذا سيفن كوفي لكن في النجاحات قالوا فيه في اتوقع دكتور ابراهيم فقي قال في كتاب قال اسمه العشر مفاتيح للنجاح عشر مفاتيح للنجاح طبعا اهمها قبل هذا كله ستيفن كوفي انت ما تدري عن ديننا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فهذه اهم نقطه انك ايش انك اول شيء تثق بنفسك وتثق بالله سبحانه وتعالى انه بينجحني انت رددت عرف انك ما راح تتقدم خطوه واحده امس يكلمني واحد يقول لي انا يا اخي اختبار قدراتي بيدخل اختبار القدر يقول لك يقول انا ما والله يقول اعرف نفسي يقول انا اعرف نفسي والله انحليت قلت سؤال كم مر عليك اختبار الى الان يعني هو من ثاني ثانوي يمر عليه الاختبارات يقول ما انا اعرف نفسي قلت سؤال انت جربت بيبرو اكتف لا ما 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 بادر طب كيف تقيم نفسك في اي موطن من المواطن انت بتدخل تجاره لا تقول والله انا خافر طب خوض اعرف داقش الى ما تعرف المعلومه ثم لكن ثق بالله سبحانه وتعالى ولا تعرف انه اي شخص دخل اي مجال انه بينجح كل العالم فشلت ثم نجحت دقات قال من الاشياء اللي مهمه جدا الالتزام والانضباط ترى هذا فن وهذا فن ايش معنى الالتزام وايش معنى الانضباط اللي يجيبها بالنص 500 ترى ما وزعت 3000 توني الالتزام تلتزم بالشيء المعين والانضباط تنضبط زي ما تقول غصب اذكرني مثال اذكرني غير الالتزام ناصر دافورني هذه الليله يا جماعه احنا ملتزمين بسم الله ما شاء الله تبارك الله ملتزمين بالفقرات منضبطين في البرايم طيب والانضباط البرايم لا لا طيب برجع لك ناصر اخر واحد عبد الواحد ايش معنى انضباط وايش معنى التزام يقول لك انا ليش المفهومين ذي انا ابغى اعرفها لانه انا ابغى اعرف انه دائما حتى في العمل في اي مجال يقول ابغاك تكون منضبط ابغاك تكون انت ملتزم سهله طيب. واضحه الالتزام هو الارتباط الارتباط هذا الالتزام نعم انك تكون مرتبط بالشيء هذا ما يشغلك عن شيء ثاني حلو الانضباط هو انك تجتهد في هذا الشيء وانت تعمل مثلا ايوه اذكرني مثال مثلا انا هذا الحين ملتزم في فقرتك يا استاذ احمد ملتزم اني احضر حيث اني مرتبط في الفقره هذه تخصني الفقره هذه ما جاء احمد الا عشان جميل طيب وله علي اني انضبط في فقرته لا تدخل تدخلات غير جيده ولا يعني اخذ الجو كله او اني اشتت الشخص هذا جميل اضافه ارتفعت الايادي ابو عواد قبلك برجع بالترتيب الالتزام شيء مرتبط يعني فيه يعني نفس الواجب طيب. لكن الانضباط بالقوة كيف؟ يعني ما هو بطيب نفسه غصب عنك انك تنضبط طيب اوكي 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 انا بطلع من الجانب هذا الالتزام انك تلتزم في انتم في علاج معين انت مريض تلتزم في علاج معين ما اقدر اقول انا انضبط في العلاج اقول انا التزم في العلاج التزم في العلاج طيب. الانضباط انك تاكل العلاج في وقته في نفس الوقت يعني مثلا قبل الفطور بعد الفطور استاذ رتويت يعني ولا وش رتويت رتويت ترى كل اجاباتكم حلوه بس اوضح اجابه اوضح اجابه اجابه ابو جديد سؤال 500 طب سؤال انا اسال لك انت ايهما الكبير واللي يدخل معاه يعني انا اذا ضبطت التزمت واذا التزمت انضبطت ايهما الاكبر يعني المنضبط هو ملتزم في العاده ولا الملتزم هو منضبط الملتزم يمكن هو يكون منضبط لا اذا انضبطت التزمت اذا انضبطت التزمت إيه؟ 500 تستاهلها والله تستاهلها سجل يا اعداد الحين عندي 12500 بالسالب بالسالب الحين 500 عدلت شوي بس انها بعد البرايم بعد البرايم طيب من علامات النجاح قال لك انه يكون عندك دافع عندي دافع الدافع وشو وهل كل جاني ابو عبد الله ابو عبد الله منيب يقول كل منضبط ملتزم نعم كل منضبط ملتزم يا منيب صح وليس كل ملتزم منضبط يعني فرضا انا قلت لكم انا ما اشرب ايش ما اشرب اليوم عزمتوني هنا الله يبيض وجهكم قلتوا لي البيبسي ما اشرب غازيات انا هل انا ملتزم ولا منضبط ملتزم منضبط منضبط ملتزم ملتزم يعني ملتزم بس وجودك عشاء منضبط بكره بيش جميل عشان كذا انا اقول لك شوف
في وارجع لك للدافع. الدافع احيانا تقول انت ليش دافع؟ اوكي هو معنوي، لكن الدافع هل هو انه لازم يكون موتيفيشن، لازم يكون تحفيز، يلا يا ناصر خليك قوي. احيانا يمكن اتلفظ عليك، انا مثلا اخوك الكبير، واكون قاسي عليك، قاسي عليك بكلمه تجرحك، وتكون هي الدافع لك. ممكن واضربك، ممكن تكون معليش تكون هي الدافع لك، يعني لانه ظروف الحياه، ظروف الحياه بقسوتها بجمالها ترى هي الدافع لك انت في حياتك، مو الدافع انه انا يا حبيبي والله، لانه تختلف. ففي ناس نجحت بايش؟ بسبب ايش؟ قله العيش. يعني كذا احنا نبغى، ما تشوف دائما اذا تكلم واحد جاء قال انا بدات من الصفر وانا ما ادري وش انا ودي ابغى اشوف الصفر ذا، كل الناس بدون الصفر تلاقي انه ففعلا ترى ليه. انا اذكر جلسنا مع شخص عندهم ست اصفار، انا وناصر الغامدي، سامي الجعوري، ناصر الحربي، احمد بقطيان، جلسنا مع ملياردير، مو مليونير، ملياردير، جلسنا معه ونسولف. ها ما ادري، هو بادي من الصفر، بادي من الصفر.